طب انا صاحي بدري عشان عندي انترفيو، انت ايه اللي مصحيكي بدري؟ عشان انا لازم ابقى معاك في كل خطوه لحد ما تبقى صاحب الشركه كلها. صاحب الشركه مره واحده؟ طب اتقبل في الانترفيو الاول. هتتقبل طبعا. انت بجد واثقه فيا قوي كده؟ واثقه في قدراتي قوي كده؟ انا واثقه جدا. انا شايفاك. انا شايفاك اب الابن وحد بيبني معايا حياه، وانا شايفاك ببقى في حلم ونفس العمر يطول جواه، وانا شايفاك حد بيبني معايا حياة، وأنا شايفاك ببقى في حلم ونفس العمر يطول جواه، لما بتفرح ليا وبيا وأما تغير يا حبيبي عليا، وأما بقولك همشي تقولي استني شوية، بعرف اني اخترتك صح بكل ما فيا. انا شايفاك ومريحني، واما اغلط على طول مسامحني، واما تسيب الدنيا بحالها وتهرب ليا بنسى العالم وابقى في حضنك مستغنية، لو مشغول لو حسيت ان انا تعبانة بتيجي اوام ابن اصول ومهنيني وحضن حميني من الايام، كلك خير هيبة وطيبة وحب ما شفتش زيه في ناس، انت امير بس معايا بحسك شفتش زيه في ناس، انت امير بس معايا بحسك واحد من الحراس، انا شايفاك اب الابن وحد بيبني معايا حياة، وانا شايفاك ببقى في حلم ونفس العمر طول. طب ممكن بقى نلحق الانترفيو عشان نحقق كل الاحلام اللي انت قاعده تحلمي بيها دي؟ الانترفيو الانترفيو يلا.